منورنا دايما، ودايما مشوار خاصة مشوار البطولة الأفريقية مشوار طويل، ومشوار في اعتقادي مشوار صعب مش سهل، وإن البطل لازم يمر بمراحل في هذه البطولة الطويلة، المشوار الطويل زي ما مرينا فيها النسخة اللي فاتت، مرينا بمراحل يعني صعود وهبوط. شايف لغاية دلوقتي النادي الأهلي مشواره في البطولة كلية، يعني دور المجموعات انت عارف طلع في المركز الثاني، عندنا مباراة مع سيمبا، مباراة تحصيل حاصل ولكن ليها أهدافها، ومباراة مهمة جدا على النواحي المعنوية، على نواحي كمان الريفنج للنادي الأهلي إن شاء الله يحقق نتيجة جيدة. شايف المشوار البطولة لغاية دلوقتي إزاي بالنسبة للنادي الأهلي؟ يمكن زي ما حضرتك اتكلمت يا كابتن قلت ان البطل ما عندوش مشكله يلعب مين، خصوصا النادي الاهلي. مر بظروف ما نقدرش نقول ان المستوى ثابت، لكن حقق المطلوب بصعود للدور اللي جاي ان شاء الله، ودي كان اهم في الموضوع كله، خصوصا ان انت في عندك ضغط مباريات، خصوصا انت حامل اللقب، فدي كمان بتبقى ضغوطها اصعب بكتير جدا مع كل الفرق اللي بتلعبك. تلعب فرقه المريخ يمكن بنسبه كبيره بره البطوله، ومع ذلك كان حاجه مهمه جدا بالنسبه لنا ان تعمل نتيجه ايجابيه عن النادي الاهلي، تاريخ يكتبه لنفسه نادي المريخ، مع احترامي الكامل لنادي المريخ طبعا. يمكن انت كنت عامل مباراه قبلها مع فيتا، مباراه ولا اروع باداء ونتيجه تدرس، مفيش اجمل من كده. لكن كان ضغط المباريات مع المنتخب، لعب مباراتين في وقت قصير جدا، وكان عندك لعيب اكتر من لعيب موجود في المنتخب، كل دي كانت عوامل كانت ممكن تؤدي ان احنا نشوف المستوى اللي شفناه من النادي الاهلي في مباراه المريخ، ومع ذلك حقق المطلوب بتعادل بيصعدك للدور اللي جاي، وده اهم في الموضوع. اكيد المرحله الجايه صعبه، صعبه لان انت خلاص بتقابل فرق، كل الفرق بتلعب على البطوله وانت حامل اللقب، كل الفرق بتقابل النادي الاهلي بشكل مختلف تماما. مع احترامي الكامل لكل الفرق، لكن كل الفرق اللي هتلعبها او اللي مستنيينها تقابل النادي الاهلي هم كمان بيبقوا متخوفين اكتر ما انت عامل لهم حساب، ودي بتصعب المهم اكتر. ان شاء الله الفتره الجايه اكيد الجهاز الفني هيشتغل على ده، في زي ما حضرتك برضه يمكن بتتكلم مع الاستاذ محمد ان عودة المصابين دي برضو حاجة إيجابية للنادي الأهلي، هتفرق بشكل كبير جدا، كل دي دوافع إن شاء الله تأثر بالإيجابي على الفترة الجاية للنادي الأهلي بإذن الله.